5 fun facts about Arctic folks. مرحبا بكم من في فيديو اليوم حول حقائق ممتعة حول الثعلب القطبي. الثعلب القطبي هو كائن حي مدهش يعيش في البيئات القاسية للقطب الشمالي. الحقيقة الأولى: هذه الثعالب تتغير ألوانها بحسب الفصول، بيضاء في الشتاء ورمادية في الصيف. الحقيقة الثانية: الثعالب القطبية تمتلك جينات مدهشة تمكنها من التحمل في البرودة الشديدة. الحقيقة الثالثة: فإنها تستخدم ذيلها الطويل والكثيف كغطاء للحفاظ على الدفء أثناء النوم. الحقيقة الرابعة: الثعالب القطبية تمتلك حاسة سمع حادة تساعدها في البحث عن طعامها تحت الثلج.